مرحبا. أغلبنا بيلاحظ وجود قطط مختلفة الأوزان، وفي منهم بيكون عندهم سمنة وهي شكلها محبوب ولطيف لكل محبي القطط، ولكن بالحقيقة مو كل قطة إلا بطن كبير يعني هي بتعاني من زيادة الوزن. فعلى الرغم من أنه الجزء السفلي من القطة يلي بيتأرجح لما بتمشي ببان كأنه مثل ما بيطلقوا عليه بالعامية كرش كبير، لكن هالجزء من الجلد هو الفرو والدهون ويلي يعتبر طبقة واقية تسمى الكيس البدائي، وهي طبيعية وصحية من تقل حالة الطقس. عم تميل درجات الحرارة ارتفاع مع بقاء أدنى معدلاتها بقليل والجو صيفي معتدل بين صحو والغائم جزئيا بشكل عام، والسد المغبر بالمناطق الشرقية والجزيرة. أما عن الرياح غربية لجنوبية غربية بأغلب المناطق عم تكون بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشيطة عم تتجاوز سرعتها 40 كم بالساعة خاصة بالمنطقة الوسطى. الرطوبة عم تراوح بين 65 و85%، أما البحر خفيف لمتوسط ارتفاع الموج ودرجة حرارة المي 30 درجة. مثل طقس العاصمة دمشق يلي عم يكون فيها الطقس صحو ومشمس، عم تراوح فيها الحرارة بين 19 و32 درجة. رح نكفي عن المحافظات السورية ورح نبدأ لجولاتنا من المنطقة الجنوبية. الطقس عم يكون صحو ومشمس بسويدا ودرعا، عم تسجل 26 درجة، أما بدرعا 30 درجة. بالنسبة للقنيطرة الطقس بين صحو والغائم جزئيا عم تسجل فيها 25 درجة. رح نكفي عن المنطقة الوسطى، الطقس بين صحو والغائم جزئيا بحمص عم تسجل 28 درجة. بحما عم تراوح بين 18 و31 درجة. المنطقة الساحلية الأجواء عم تكون فيها بين صحو والغائم جزئيا عم تسجل بطرطوس واللاذقية العليا 28 درجة، أما بلواء اسكندرون 27 درجة. رح نكفي على المنطقة الشمالية على إدلب وحلب، فالطقس عم يكون بين صحو والغائم جزئيا عم تراوح بإدلب بين 20 و29 درجة، أما بحلب عم تسجل فيه العليا 30 درجة. ختاما بالمنطقة الشرقية فالطقس صحو ومشمس عم تسجل بالرقة 33 درجة، الحسكة 34 درجة، وكمان دير الزور العليا 34 درجة. أخبار الطقس اليوم خلصت، تلاقوني بكرة، تبقوا بخير.